السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أكتر مواقع أنا بستخدمها عشان أحمل برامج مجانية، مثلا موقع اسمه SourceForge.net. ده الموقع دوت تقدر تدور على أي برنامج أنت عايزه ويبدأ يجيب لك البرامج اللي هي الأوبن سورس المجانية، مثلا فري مايند ده برنامج مجاني تقدر أنت تحمله وتستخدمه بدون أي مشكلة خالص. في حاجات خاصة مثلا زي الأوبن أوفيس، كأنك عندك مايكروسوفت أوفيس لكن مجاني. في حاجات خاصة بالدوكومنت مانجمنت اديوكيشنال، حاجات خاصة بالايفنت مانجمنت، حاجات خاصة ب هو مقسمهم لك. تمام، ممكن تقول مثلا عايز حاجات انجينيرنج يبدأ يجيب لك البرامج الهندسية وتبدأ انت تحمل البرامج ديت، وكل البرامج اللي هنا مجانية تماما. تمام، فتقدر انت مثلا تشوف مثلا البرامج ديت، تقدر تقرا الوصف وتشوف ايه الحاجة اللي مناسبة ليك. وممكن تلاقي هنا فلتر تقول مثلا عايز الحاجات اللي هي 3 دي موديلنج، فيفلترهم لك ويجيب لك الحاجات اللي هي 3 دي موديلنج وتقدر انت تجرب فيها. طيب لو بصينا برضو في موقع اسمه بورتابل ابس، ده ميزته في ايه؟ ما بتضطرش ان انت تسطب على السي، انت بتعمل لك فولدر كده في اي مكان وتحط البرامج ومش محتاجه تصريح، يعني ممكن تستخدمها على جهازك بدون اي خوف من الفيروسات، ان كلها حاجات مفحوصه كويس وحاجات متاكد انها ما فيهاش فيروسات. ومواقع اللي انا بقولها دلوقتي دي مواقع موثوق فيها. ده مثلا سطبه اهوت، هتلاقي الحاجات الخاصه بيه مثلا جرافيكس اند بيكتشر، بدل ما كل دول يسطبوا واخدين مساحه من على السي وكده، لا انا بحطهم هنا ولما بعوز اي واحد فيهم مجرد بس ضغطه بيبدا ان هو يفتح معايا. فده بورتابل ابس بيحل مشاكل كتير جدا. طيب في موقع اسمه داونلود كرو، ده ميزته ان انت بتيجي هنا تقول له انا عايز البرامج الفري، انا عايز البرامج الاوبن سورس. تمام، تقدر تختار ايه الحاجه اللي هو يدور لك عليها، مثلا انا عايز اوبن سورس، الكاتيجوري بتاعتها حاجه خاصه بالديزاين، وتقول له فلتر، وممكن تقول له انا عايز الحاجات اللي هي واخده رينك عالي. تمام، تقول له فلتر يبدا يشوف لو في حاجه مش واخده الرينك دوت يبدا ان هو يشوف. زائد ان تقول له انا عايز البرامج الخاصة بالويندوز او بالماك او باللينكس او ايفون او ايباد اندرويد، كل الحاجات دي موجودة تقدر ان انت تشوفها عادي، وكل البرامج دي تقدر تحملها بدون اي مشاكل خالص. وهم بيبذلوا جهد ان هم يتأكدوا ان البرامج اللي عندهم خالية من الفيروسات، فتقدر تحمل وانت مطمئن. ده موقع برضو فيه برامج كتيرة اوبن سورس تقدر ان انت تحملها زي ما انت عايز. ده اف درويد، ده برضو فيه برامج كتيرة مجانية اوبن سورس تقدر انت تحملها، واغلبها بيشتغل على الاندرويد، يعني هما مركزين على الاندرويد يعني. طيب ده موقع اسمه انترنت ستو، ده بيعمل ايه؟ اي برنامج انت عايزه موجود بفلوس تقدر تقول له اديني البديل بتاعه اللي ببلاش. على سبيل المثال ادو فوتوشوب، تمام، بيقول لك ان البديل بتاعه جيمب. تمام، طيب جيمب واخد كام؟ 4351. طب الفوتوشوب نفسه واخد كام؟ 2276. تمام، ده الناس بتقول انها شغاله على البرنامج، فالبرنامج طيب ده مكتوب عليه بيت، انا مش عايز بيت خالص، انا عايز بس البرامج اللي هي فري، يبقى اجي هنا واقول له انا عايز البرامج الفري. تمام، هيبدا يجيب لك كريتا برضو البرامج الحلوه الجميله بنت دوت نت، فوتوبيا ده مش ان هو اونلاين فمش محتاج ان انت تسطح خالص، وده بستخدمه كتير بالذات لو انا مش قاعد على الجهاز بتاعي، فبدل ما اسطب برامج على جهاز حد قريبي مثلا لا بروح مستخدمه على طول. بيكسلر برضو مفتوح واونلاين فتقدر انت تستخدمه على طول. ماي بنت انا عندي في الحاجات اللي هي بورتابل، فكره البورتابل نفسها جميله يعني، وهكذا. هتلاقي كل برنامج انت بتستخدمه عشرات البدائل المجانية اللي تقدر تستخدمها بدون مشاكل.